أطلت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجام بصورة عفوية بصحبة ابنتها وظهرتا خلالها في المنزل. وأوضحت نجام خلال التعليق على الصورة إنهما تقضيان ليلة رأس السنة في المنزل بسبب مرض ابنتها، حيث فضلت البقاء بجانبها والاهتمام بها. ونشرت نجام عبر حسابها الخاص على إنستغرام صورة مع ابنتها وهما مستلقيتان على السرير، وعلقت عليها كاتبة: أنا وهي نستمتع بنهاية عام 2020، نشاهد أحد الأفلام في السرير، ابنتي الصغيرة مريضة. من دون أن توضح نادين نجام أي تفصيل جديد عن مرض ابنتها. وأضافت نجام أنها تفضل البقاء في المنزل في هذه الفترة حرصاً على سلامة أطفالها. وفي سياق منفصل، تستعد الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجام لتصوير مسلسل صالون زهرة مع الفنان السوري معتصم النهار، والمقرر أن تبدأ تصوير مشاهده في الأيام المقبلة. المسلسل ينتمي إلى نوع اللايت كوميدي، وينتمي لنوعية الأعمال القصيرة، وستؤدي نجام دور امرأة متحررة لديها صالون خاص وتواجه الأزمات بطريقة طريفة. وتؤدي نجام شخصية امرأة قوية لديها صالون نسائي يجمعها ببقية أبطال المسلسل، ما يجعلها تقع في العديد من الأزمات التي تواجهها بكل قوة وتتجاوزها لتسير حياتها بما تحب. ويعد هذا العمل الثاني الذي يجمع نادين نسيب نجام بمعتصم النهار بعد مسلسل 5.5 الذي قدمته في العام 2019.